بدأ معتصم بالله رحمه الله تعالى. الصف الثاني، عمر 13 سنة، نادي مسجد هاشم. وطلع في اثنين، واحد اسمه حرامي الشرق وواحد اسمه حرامي الغرب. أجا بين الشرق وبين الغرب في شجرة. أجوا الاثنين قعدوا عليها، أجا حرامي الشرق وقلنا حرامي الغرب. سد الباب على طول البيت تحت الحمامة هاي بدون ما طير الحمامة. ماشي. طيب حلو، شكرا.